شاء الله الدعم للجيش اللبناني حيكمل. أمن العودة لامن للناس على أرزاقها. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: الجيش يستكمل إحكام الطوق على الإرهابيين في الجرود ويوقع إصابات في صفوفهم. قيام الدولة بمؤسساتها وإداراتها المحررة من التدخل السياسي. الراعي يترأس قداسا في دير القمر على نية مصالحة الجبل بمشاركة رئيس الجمهورية. قتلى وجرحى للنظام السوري بهجوم مباغت للمعارضة في عمق البادية. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: ليفربول يرضخ وبالتالي كوتينيو بات قريبا من برشلونة. في تطورات الوضع الأمني في جرود رأس بعلبك والقاع، يبدو أن الجيش اللبناني يستعد بوتيرة سريعة للمعركة مع تنظيم داعش الإرهابي، فقد واصلت مدفعياته استهداف مراكز هذا التنظيم ودمرت عددا من التحصينات التابعة له وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين. إلى ذلك بدأت الوحدات العسكرية بالتقدم على أكثر من محور وتمركزت على تلال ضليل الأقرع ودوار النجاصة وقلعة زنار من ناحية جرود منطقة عرسال، استكمالا لانتشار هذه الوحدات في إحكام الطوق على المجموعات الإرهابية. مصدر عسكري أكد لصحيفة الحياة أن الجيش ليس في حاجة إلى دعم أحد في العملية العسكرية التي ينوي القيام بها، نافيا ما أشيع في بعض وسائل الإعلام تارة عن قصف روسي للجرود في القلمون، وما يتردد تارة أخرى عن أن طيران التحالف الدولي سيساند الجيش عند اندلاع المعركة. وقال المصدر إن قيادة الجيش على اتصال دائم بالجانب الأمريكي الذي يلبي طلباتها بالأسلحة والذخائر، وهي لم تشمل طلب مساعدة طيران التحالف. إلى ذلك توفرت معلومات لصحيفة المستقبل مفادها أن الجانب اللبناني لم يتلقى بعد أي إشارة عن مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم داعش، وهو الشرط الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للقبول بالتفاوض. وكشفت المعلومات نفسها أن اللواء إبراهيم على تواصل مع شخصية سورية لها صلات بداعش لهذا الغرض، لكن أبواب التفاوض لن تفتح قبل الحصول على معطيات محددة عن مصير العسكريين. على صعيد آخر، أوضح بيان تفصيلي للصليب الأحمر اللبناني أن الصليب الأحمر النرويجي مول عملية التبادل بين حزب الله والنصرة في إطار اتفاقية جرود عرسال مع مساهمة من الصليب الأحمر الهولندي. في الذكرى 16 لمصالحة الجبل، ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداسا في كنيسة سيدة التل في دير القمر بمشاركة رئيس الجمهورية ميشيل عون. وقد أمل الراعي في العظة التي ألقاها أمل بتجاوز التحديات الكبرى وقيام الدولة المحررة من التدخل السياسي. في عيد سيدة التل وفي الذكرى 16 لمصالحة الجبل، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسا في دير القمر شارك فيه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحشد من السياسيين وعدد من نواب الشوف وتيمور جنبلاط ممثلا والده النائب وليد جنبلاط الذي تغيب عن المناسبة. البطريرك الراعي وفي العظة التي ألقاها دعا إلى قيام الدولة المحررة من التدخل السياسي وإيقاف الهدر والفساد، وأعرب عن أمله في تجاوز التحديات الكبيرة التي تواجه البلد، سائلا الله إعانة الرئيس عون في قيادة سفينة الوطن. قيام الدولة بمؤسساتها وإداراتها المحررة من التدخل السياسي والتمييز اللوني في التوظيف خلافا لآلية مبنية على الكفاءة والأخلاقية، إحياء اقتصاد منتج ينهضه من حافة الانهيار ويرفع المواطنين من حالة الفقر ويفتح المجال أمام الشباب لتحفيز قدراتهم ويحد من هجرتهم، حماية المالية العامة بإيقاف الهدر والسرقة والفساد
وحفظ التوازن بين المداخيل والمصاريف ضمن موازنة واضحة ومدروسة، وضبط العجز والدين العام، بناء قضاء شريف حر ومسؤول يكون حقا وفعلا أساس الملك، حماية البلاد ومحاربة الإرهاب، الإسراع في تطبيق اللامركزية الإدارية المناطقية والقطاعية، كل هذه التحديات التي تواجهونها فخامة الرئيس، كلنا نصلي لكي يعضدكم الله في تسليلها. وبعد انتهاء القداس تقبل الرئيس عون وإلى جانبه البطريرك تهاني الحاضرين. وبالتزامن مع القداس رحب النائب وليد جنبلاط في تصريح له عبر تويتر برئيس الجمهورية ميشيل عون قائلا: أهلا وسهلا بالرئيس ميشيل عون في الشوف في دير القمر وفي عيد سيدة التلي. وفي ذكرى مصالحة الجبل يتم بعد قليل إطلاق الفيلم الوثائقي ويبقى الجبل للإعلامي سعد الياس في قصر الأمير أمين في بيت الدين، ويتخلل الاحتفال كلمات لكل من معد الفيلم ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان وراعي الاحتفال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. في طهران التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي توجه إلى بري في بداية اللقاء قائلا: نعول على دوركم على مستوى لبنان وتطوير العلاقات بين البلدين ونقدر زيارتكم في هذه المرحلة. بر التقى بعد ذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي هنأ لبنان بانتهاء معارك جرود عرسال قائلا: نبارك انتصارات الجيش اللبناني وحزب الله في مواجهة الإرهابيين، معتبرا أن الشعب اللبناني يعطي دائما بهذه الانتصارات درسا في المقاومة. في مخيم البرج الشمالي شرق صور سقط 5 جرحى في تبادل لإطلاق النار. حركة فتح نفت أن يكون للحادث أي خلفية سياسية وقالت إن القوى الوطنية الفلسطينية تعمل على ضبط الوضع. تمكنت قوة مشتركة من المكتب الإقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت في الشرطة القضائية من توقيف أحد أخطر مروجي المخدرات في الجنوب المدعو لؤي عين والمطلوب موجب 12 مذكرة توقيف غيابية في قضايا سلب وسرقة وإتجار وترويج مخدرات وتهديد عناصر قوى الأمن، والذي يعمل لصالح أحد كبار تجار المخدرات في الجنوب علي حا. وقد عثر مع الموقوف على 7 أكياس صغيرة بداخلها 80 جراما من المواد المخدرة ومسدس حربي وثلاثة هواتف خلوية. تابعونا بعد الفاصل. تلويح أممي بمباحثات بين الأطراف اليمنية في سلطنة عمان. قتل وجرح العشرات من عناصر النظام السوري والميليشيات الطائفية المساندة له في هجوم مباغت لفصائل المعارضة في البادية السورية. في هذا الوقت تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن مفاوضات مع المعارضة لتثبيت وقف إطلاق النار في 6 محافظات. عملية عسكرية لفصائل المعارضة المنتشرة في البادية السورية تم بموجبها قتل العشرات من عناصر النظام السوري والميليشيات الموالية له. المعارضة التي شنت هجوما على محوري ريف السويداء الشرقي ومحروثة في عمق البادية تمكنت من السيطرة على عدة مواقع وتدمير عدة آليات على الرغم من الغطاء الجوي الروسي لقوات الأسد. من جهة أخرى انسحب تنظيم داعش الإرهابي من مدينة السخنة لتدخلها قوات الأسد ويصبح الريف الحمصي خاليا من التنظيم الذي كان قد سلم سابقا منطقة تدمر قبل أشهر إلى النظام. وسط ذلك أفرجت قوات الأسد عن نحو 20 معتقلا من سجن حماة المركزي في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مفاوضات مع فصائل المعارضة في 6 محافظات لتثبيت وقف إطلاق النار، وتشمل المفاوضات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، حيث التحق 228 فصيلا بهذا الاتفاق حسب ما قالت الدفاع الروسية.
سياسيا، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده تنفيذ عمليات جديدة لتطهير الشمال السوري من الإرهابيين، مشيرا إلى أن عملية درع الفرات شكلت خنجرا في قلب مشروع تشكيل منطقة إرهابية في سوريا. وعلى هامش المنتدى الإقليمي آسيان، ناقش وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود تشاوشوغلو تنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد وتعزيز نظام وقف العمليات القتالية والمساعدة وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا. لمح المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى احتمال إجراء مباحثات بين الأطراف اليمنية في سلطنة عمان من دون أن يضرب موعدا محددا لذلك. وأفاد ولد الشيخ أحمد بأن أفكارا حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة يجري بحثها حاليا، كاشفا عن لقاء مرتقب له مع وفد الانقلابيين لبحث مبادرة الأمم المتحدة بشأن الميناء. وأوضح المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة لا تطالب بتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية بل إلى طرف ثالث من قبل الأمم المتحدة لإدارة الميناء. تجري القوات البحرية القطرية مناورات مشتركة مع نظيرتها التركية اليوم وغدا، وتأتي هذه المناورات بعد أيام من وصول فرقاطة تركية إلى ميناء حمد البحري جنوب شرقي الدوحة للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر. تمكن الجيش المصري من اكتشاف وتدمير نفق رئيس على الشريط الحدودي شمال سيناء وتدمير عربتي دفع رباعي وقتل إرهابيين. وأعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر المتطرفة. وأوضح أن قوات إنقاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تواصل جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب شمال سيناء. وتتابعون بعد الفاصل أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم. أهلا بكم من جديد إلى نشرتي من الميدان وقد تابعتم فيها. الجيش يستكمل إحكام الطوق على الإرهابيين في الجرود ويوقع إصابات في صفوفهم. الراعي يترأس قداسا في دير القمر على نية مصالحة الجبل بمشاركة رئيس الجمهورية. قتلى وجرحى للنظام السوري في هجوم مباغت للمعارضة في عمق البادية. تشجيعا للسياحة في منطقتي فنيدق والقموعة، تم الإعلان عن انطلاق مهرجان فنيدق القموعة السياحي الرياضي 2017، وذلك خلال مؤتمر صحفي في قاعة بلدية حلبة بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والنائبين نضال طعمي وخالد زهرمان وأمين السر هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل محمد المراد وحشد من الشخصيات الدينية. المهرجان الذي رعاه اتحاد بلديات جرد القايتع يبدأ في 18 من الجاري وهو من تنظيم بلدية فنيدق ونادي رياضي عكار. شكلت ثلاث دول الوجهات الأفضل للسياحة في العالم وقد أنفق فيها السياح مليارات الدولارات. التفاصيل في تقرير باسل الخطيب. رغم المخاوف المتعلقة بالإرهاب، احتفظت فرنسا بمكانتها كوجهة السياحة الأكثر تفضيلا في العالم خلال العام 2016. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فقد حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية تليها إسبانيا بفارق بسيط في عدد السائحين. ورغم تصدر فرنسا للوجهات السياحية العالمية بعد أن زارها 82 مليون و600 ألف سائح خلال عام 2016، إلا أن هذا العدد شكل انخفاضا بأكثر من 2% عن العام 2015. ومع ذلك جاءت النتائج مخالفة للتكهنات التي أثيرت عقب الهجمات الإرهابية المتكررة في البلاد والتي رجحت انخفاضا حادا في عدد السياح. من ناحية أخرى، انخفض عدد السياح الذين زاروا الولايات المتحدة بنسبة 3% ليصل إلى 75 مليون و610 ألف سائح، ما جعلها قريبة من فقدان المركز الثاني لصالح إسبانيا التي سجلت نموا في عدد السياح الوافدين بنسبة 10% ليرتفع إلى 75 مليون و560 ألف سائح. واستفاد قطاع السياحة في عدد من الدول مثل إسبانيا بفضل تغير وجهات السياح الذين اعتادوا على زيارة تركيا ومصر وبلدان شمال أفريقيا خلال العطلات. وعلى صعيد الإيرادات المحققة، حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى حيث جنت نحو 206 مليار دولار خلال العام الماضي بفضل السياحة، فيما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنحو 60 مليار دولار أمريكي.
في شأن اقتصادي آخر، أدى غلاء أسعار بعض المواد الأولية إلى ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى في عامين. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 2.3% على أساس شهري في يوليو تموز، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، مدعومة بارتفاع أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان. وسجل مؤشر فاو الذي يقيس التغيرات الشهرية لأسعار مجموعة من الحبوب والبذور ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 179 نقطة في تموز 2017، وهو أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015. وارتفعت كلفة الغذاء في الأسواق العالمية خلال يوليو تموز 2017 بنسبة 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بسبب القيود المفروضة على العرض وتحركات العملات. وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.1% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس آب 2016، متأثرة بضعف الطلب العالمي على زيت النخيل وسط تحسن الإنتاج. وتتابعونا بعد الفاصل. اليابان تحيي الذكرى 72 على سقوط قنبلة هيروشيما. أهلا بكم من جديد. أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن مفاوضات ستبدأ هذا العام بين دول جنوب شرق آسيا وبكين لصياغة ميثاق شرف لنشاط في بحر الصين الجنوبي، وعلى هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان التي تشارك فيها 10 دول. اعتبر يي أن هناك تقدما ملموسا بشأن تسوية النزاعات في تلك المنطقة، وكان وزراء الدول المشاركة فشلوا أمس في التوصل إلى بيان مشترك لحل الخلافات، حيث أن كمبوديا أعلنت تأييدها بقوة لسيادة الصين ونشاطاتها في البحر الجنوبي. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره لكل من روسيا والصين بعد دعمهما للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والبالستي. ترامب أكد أن بلاده ستواصل التعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية من أجل وقف سلوكها الذي يشكل تهديدا ويزعزع الاستقرار. وكان مجلس الأمن أصدر بإجماع أعضائه 15 قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بملياري دولار. أحيت اليابان الذكرى السنوية 72 لإلقاء القنبلة الذرية الأمريكية على مدينة هيروشيما غرب اليابان، حيث حضر المراسم رئيس الوزراء شينزو أبي وبعض الناجين. بعد مرور 72 عاما على أول هجوم نووي في العالم، أحيت اليابان ذكرى قنبلة هيروشيما المدينة الواقعة جنوب البلاد. وفي المراسم التي أقيمت بالقرب من موقع السقوط، وقف الآلاف من المشاركين وبعض الناجين دقيقة صمت تخليدا لذكرى الضحايا. رئيس الوزراء شينزو آبي رأى أن اليابان تأمل في الدفع نحو عالم خال من الأسلحة النووية بطريقة يمكن لجميع الدول الاتفاق عليها. وتأتي الذكرى بعد أن أيدت اليابان الشهر الماضي مواقف القوى النووية الكبرى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بعدم التوقيع على معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية. وتعرضت اليابان لهجومين نوويين أمريكيين نهاية الحرب العالمية الثانية على هيروشيما في 6 من آب عام 1945 وعلى ناكازاكي بعد 3 أيام، وأودى الهجومان بحياة 140 ألف شخص في هيروشيما و74 ألف شخص في ناكازاكي، وقتل بعضهم على الفور وتوفي آخرون متأثرين بجروحهم أو لإصابتهم بأمراض متعلقة بتعرضهم للإشعاعات بعد أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. ويشعر كثيرون في اليابان أن الهجومان يرقيان إلى جرائم حرب وفظائع، لأنهما استهدفا مدنيين ولطبيعة الأسلحة المدمرة غير المسبوقة، غير أن العديد من الأمريكيين يعتقدون بأن القنبلتين سرعتا نهاية نزاع دام، مما أنقذ بالتالي حياة كثيرين ويبررون القصف بذلك. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أول رئيس أمريكي يزور هيروشيما في أيار من العام الماضي، حيث قام بتكريم ضحايا القنبلتين المدمرتين.
انفجرت قنبلة محلية الصنع داخل مسجد في ضاحية مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث كان المصلون يستعدون لأداء صلاة الفجر، وأدى الانفجار إلى تدمير غرفة في المسجد الواقع في مركز دار الفاروق المجتمعي الإسلامي في مدينة بلومينغتون، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. وذكرت صحيفة محلية أن نوافذ مكتب إمام المسجد تحطمت إما بسبب الانفجار أو عن طريق رشقها بالحجارة. اعتقلت الشرطة الألمانية سائحين صينيين بعد أن أديا التحية الشهيرة للزعيم النازي أدولف هتلر أمام مبنى الريخستاغ الذي يضم البرلمان الألماني. ووجهت الشرطة للسائحين تهمة استخدام رموز منظمات غير شرعية، وتم الإفراج عنهما بكفالة قدرها 500 يورو لكل منهما. وتطبق ألمانيا قوانين صارمة بشأن رفع الشعارات أو الرموز المرتبطة بهتلر والنازيين. يترقب سكان الكرة الأرضية غدا الاثنين ظاهرة فلكية نادرة تسمى القمر الدموي، إذ سيظهر القمر بشكل كامل ويكتسي لونا مائلا للأحمر على مدى بضعة أيام. ويعرف هذا القمر باسم القمر الحفش نسبة إلى سمكة الحفش التي يمكن صيدها أن يكون سهلا في هذا التوقيت من السنة. كما سيكون القمر الدموي مرئيا بوضوح في المنطقة العربية نظرا لصفاء الأجواء في هذه الأيام الصيفية. ومن العالم، بوتين يمارس هوايتي الغطس والصيد في سيبيريا وانطلاق مهرجان المناطيد في الصين، وغيرها من المواضيع في هذا التقرير. مرة جديدة يثبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدى اللياقة البدنية التي لا يزال يتمتع بها ومدى شغفه بممارسة هواياته في الطبيعة، فجدول أعماله المكثف لم يمنعه من أخذ قسط من الراحة بعيدا عن ملفات السياسة الساخنة، فقرر إمضاء 3 أيام في واحدة من أكثر المناطق الخلابة في تايغا جنوب سيبيريا برفقة عدد من المسؤولين. استبدل بزته الرسمية بأخرى مخصصة للغوص تحت الماء، وغطس في بحيرة لا تتجاوز حرارة المياه فيها 17 درجة مئوية ليخرج بعد ساعات بصيد ثمين. في مشهد تحبس له الأنفاس، انطلق مهرجان المناطيد الهوائية في الصين بمشاركة أكثر من 100 طيار صغار وكبار من مختلف دول العالم، تجمعوا هنا وعيونهم شاخصة إلى السماء. المناطيد التي تختلف بأشكالها وألوانها ورموزها حلقت في السماء في وقت واحد. في كولومبيا، ثاني أكبر دولة مصدرة للزهور في العالم بعد هولندا، تقاطر آلاف الزوار للمشاركة في المعرض الذي يضم حوالي 300 نوع من بساتين الفاكهة والزهور. ويعد هذا المعرض ملتقا اجتماعيا وتجاريا لسكان المدينة، ويسعى القيمون على المهرجان والسكان إلى تغيير الصورة السائدة في مدينتهم بأنها مركز لتجارة المخدرات. احتفلت فرنسا بولادة أول باندا لها في تاريخها. هوان هوان وهي الأم الباندا رزقت بتوأمين، لكن سرعان ما تدهورت حالة أحدهما رغم العناية والمراقبة المشددة التي حظيت الأم بها. الباندا الأم والأب كانا وصلا إلى فرنسا في العام 2012 هدية من الصين كعلامة على العلاقة الدبلوماسية الطيبة بين البلدين، ومن المقرر بقاءهما حتى العام 2022 قبيل إعادتهما إلى الصين. وتتابعونا في الرياضة بعد الفاصل. جاتلين يحسم الفصل الأخير من صراعه مع بولت. أهلا بكم من جديد، ونصل إلى نشرة رياضية مع عباس. شكرا هنادي، مساء الخير. انطلقت فعاليات بطولة عكار الأولى في الميني فوتبول التي تنظمها مصلحة الرياضة في تيار المستقبل عكار على أرض ملعب وادي الجاموس بحضور منسق عام عكار في تيار المستقبل خالد طه، على رأس وفد من مكتب ومجلس المنسقية ومنسق الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيب، وممثلا من مسؤول الأنشطة المركزية مصطفى الدركوشي. راعي البطولة كان النائب هادي حبيش يلي أعلن انطلاق هذه البطولة وأطلق صافرة البداية، ضربة البداية للبطولة، وكان عم يستهل كلمته بالقول: أود في مستهل كلمتي أن أتوجه بالتهنئة إلى مصلحة الرياضة في تيار المستقبل عكار على تنظيمها لهذه الدورة الرياضية التي لنا شرف رعايتها. بطولة عكار الأولى بالميني فوتبول التي يشارك فيها أكثر من 100 فريق من مختلف مناطق عكار
وعدي لكم أنها لن تكون الأخيرة، بل ستكون فاتحة للبطولات والدورات، بل أقول المهرجانات الرياضية التي ستجعل اسم عكار الرياضي في الطليعة. حدد نادي ليفربول الإنجليزي موقفه من إمكانية رحيل لاعبه فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. حدد نادي ليفربول الإنجليزي موقفه من إمكانية رحيل لاعبه فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة، ورغم أنه ليفربول لم يرغب في رحيل كوتينيو إلا أنه تراجع عن موقفه عندما تلقى عرض ب 100 مليون يورو مقابل لاعب ضمه في 2012 ب 10 مليون جنيه استرليني. وأشارت صحيفة سبورت إلى أنه برشلونة سيعود خلال الأيام المقبلة إلى ليفربول لإتمام الصفقة نهائيا، مدركا القوة المالية التي يتمتع فيها بعدما دخلت خزائنه 222 مليون يورو مقابل انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وتوصل النادي الكتالوني الاتفاق مع لاعب البرازيلي، وسافر ممثلون عن البرشا لإنجلترا 3 مرات في محاولة لإبرام الصفقة مع ليفربول. وبمرور الوقت أتى العمل الذي قام فيه ممثلون نادي الكتالوني بثماره، حيث وصفت الصحيفة رئيس النادي الإنجليزي بأنه يهتم بالأموال والأرباح، حتى أنه كان على اعتاب بيع النادي لمستثمرين صينيين بمبلغ 900 مليون يورو في يناير كانون الثاني الماضي. وكوتينيو هو الصفقة الكبرى التي تعهد فيها ماريا بارتوميو رئيس النادي الإسباني، وهو غير مستعد للسماح بأن تفلت من بين يديه بعد ما أخفق في تعاقد مع ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان. الصراع بين يوسين بولت وجاستن جاتلين وصف بأنه الصراع بين الخير والشر بعد عودة جاتلين إلى البطولات الكبرى وبعد انتهاء عقوبة إيقافه للمرة الثانية بسبب المنشطات. الصراع بين يوسين بولت وجاستن جاتلين وصف بأنه الصراع بين الخير والشر بعد عودة جاتلين. في أوقات بدا وأن الأيقوني الجامايكي بولت حافظ على ماء الوجه لألعاب القوى التي عانت من ويلات المنشطات والفساد عبر اكتساح جاتلين في بطولة العالم الماضية وفي الأولمبياد. بطولة العالم الحالية لألعاب القوى في لندن لم تشهد أي اختلافات، حيث رددت الجماهير هتافات الاستهجان ضد جاتلين بداية من التصفيات وكلما دخل إلى المضمار في الوقت الذي رددت فيه بحماس اسم بولت وقلدت حركاته. لكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، حيث أفسد جاتلين حفل وداع بولت وهيمن على سباق 100 متر ولا يحصد الذهب في النهاية، وتوج مواطنه الأمريكي كريستيان كولمان بالفضة في الوقت الذي اكتفى فيه بولت بالبرونز. وفي الوقت الذي تصارع فيه بولت وكولمان في الحارتين الرابعة والخامسة للمضمار، اقتنص جاتلين الفوز دون أن يشعر فيه أحد من الحارة الثامنة، مسجلا 9.29 ثواني ومتفوقا بفارق 0.02 ثواني، وأجا بولت ثالث بفارق 0.03 ثانية عن جاتلين. وبدلا من أن يفوز بالذهبية 12 في بطولة العالم، اكتفى بولت ب 11 ميدالية بجانب 8 ميداليات ذهبية أولمبية، لكن لازال بإمكانه حصد الذهب من خلال سباق التتابع 4 ضرب 100 متر. ورغم الهزيمة تعامل بولت بشكل رائع بعد نهاية السباق، حيث قام باحتضان جاتلين عند خط النهاية. ولم ينضم بولت أبدا للحمل الموجه ضد جاتلين، ويؤكد دائما أنه يحترمه كمنافس داخل المضمار، مؤكدا أنه تلقى العقاب على خطأه. وفقا لجاتلين الذي أفلت بعجوبة من عقوبة الإيقاف مدى الحياة بعد تورطه للمرة الثانية في تعاطي المنشطات، فإن احترام بولت له لم يقل أبدا. وأوضح جاتلين: يوسين قال أهنئك، أنت تستحقها، وهذا مع الرجل نفسه، إنه يعلم مدى العمل الشاق الذي أقوم به. الليلة كان الأمر كله يتعلق بالفوز وقد نجحت في اقتناصه. باريس سان جيرمان وبغياب اللاعب نيمار كان عم يستهل مشواره بالدوري الفرنسي بفوز هزيل على ضيفه المتواضع أميان، وكان في تصريح أيضا للمرة الأولى لمدرب باريس سان جيرمان بما يخص اللاعب نيمار. الإسباني أوناي إمري مدرب باريس سان جيرمان أعرب عن سعادته بالأجواء اللي عاشها ملعب البارك دي برينس بمناسبة تقديم لاعبه الجديد. إمري في أول تصريحاته بعد الإعلان عن التعاقد مع نيمار قال أنه كل السياق الذي يحيط بوصول نيمار إيجابي، إنه لاعب يجعل هذا النادي أكبر، كما اعتبر أنه بإمكان فريقه التطور والتحسن معه، فضلا عن استغلال موجة الحماس المرتفعة في المدرجات. وجرى تقديم نيمار رسميا قبيل انطلاق أولى مباريات الفريق العاصمي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمام أميان، والتي انتهت بفوز وصيف الموسم الماضي بهدفين نظيفين. وتابع المدرب الإسباني: كانت هناك أجواء رائعة، الجماهير شجعت كثيرا، نريد هذه الأجواء طوال الموسم. وقال أيضا بأنه نادي فعل كل ما بيسعه كي يستطيع نيمار اللعب، إلا أنه لا يعلم إن كان الاتحاد الإسباني الذي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب البرازيلي بعد قد فعل نفس الشيء أم لا. ويرى إمري أن التعاقد مع نيمار يظهر بوضوح طموح الطرفين، نادي باريس سان جيرمان الذي يريد الاستمرار في التطور، ونيمار الذي اتخذ خطوة إضافية كي يكون النادي أكبر وأقرب للألقاب الكبرى مثل دوري الأبطال، وأيضا كي يحصل اللاعب على إشادة أكبر في كرة القدم العالمية.
من دون أدنى شك فأنه 222 مليون يورو يلي دخلوا إلى خزانة نادي برشلونة غيروا كتير من استراتيجية فريق برشلونة، خاصة وأنه تحدث الكثير بأنه فريق برشلونة سيستغني عن عدد من اللاعبين من أجل ضم جدد. شو الوضع؟ خلينا نشوفها تقرير. بعد نهاية الموسم المنصرم تحدثت وسائل الإعلام عن رغبة برشلونة في بيع عدد من لاعبينه. تقارير سابقة قالت أن المدرب إرنستو فالفيردي يرغب في قائمة من 19 لاعب وثلاث حراس مرمى فقط. وأشارت صحيفة أس الإسبانية لأن عدد من اللاعبين الذين كان من المتوقع رحيلهم عن الفريق الكتالوني مستمرون دون رغبة في الرحيل. وترددت أنباء عن اهتمام كبير بالتركي أرادا توران إذ تسعى أندية صينية للتعاقد معه مقابل 40 مليون يورو، وكذلك أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي تركيا، ولكنه لا يزال مستمر مع الفريق الكتالوني رغم أنه قدم أداء هزيل في الفرص التي سنحت له خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد. وأضافت الصحيفة أن توران الذي لا يتحلى بأي طموح قد يصبح مشكلة إذ أنه لم يتأقلم على اللعب مع برشلونة، وإذا كان دوره صغير في حقبة لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق فأنه سيلازم مقاعد البدلاء خلال حقبة فالفيردي إذا لم يرحل اللاعب التركي قبله. ودوغلاس بيريرا لاعب آخر في نفس الوضعية فقد شارك أمام ناستيك يوم الجمعة الماضي للمرة الأولى مع الفريق الكتالوني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. ولا يتوقع البرشا الحصول على مبلغ كبير مقابل بيعه، ولكنه يتطلع لاستعادة جزء مما استثمروا فيه. وحاول بنفيكا التواصل مع برشلونة للتعاقد مع اللاعب وتعويض رحيل نيلسون سيميدو، ولكن دون التوصل لاتفاق. ولا يعتمد برشلونة كذلك على منير الحدادي الذي لا تكن إعارته الموسم الماضي إلى فالنسيا مثمرة. وترددت أنباء عن اهتمام زينت الروسي بالتعاقد معه مقابل 20 مليون يورو، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ولا يزال في برشلونة. قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تضيق الخناق على الرياضة الفلسطينية، وكان آخرها التضييق ومنع 10 لاعبين من لاعبي شباب رفح من الذهاب إلى المباراة لخوض نهائي كأس فلسطين، الأمر الذي حدا بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن يرفع شكواه إلى الفيفا والاتحاد الآسيوي. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قال أنه صعد أزمة فريق شباب رفح إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وشدد الاتحاد في بيان رسمي له على الاستمرار في متابعة هذه القضية ما تعرضت له بعثة نادي شباب رفح والرياضة الفلسطينية عموما من مشكلات بسبب ممارسات قوة الاحتلال. ووجه اللواء جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد رسالة تهنئة لنادي شباب رفح بعد تتويجه بلقب كأس فلسطين على حساب أهل الخليل حامل اللقب، وذلك بعد إقامة مباراتي الذهاب والإياب في غزة والضفة الغربية للموسم الثالث على التوالي، حيث انتهى لقاء الذهاب على ملعب اليرموك في غزة لصالح شباب رفح 2-0، في حين حسم التعادل السلبي لقاء الإياب بين الفريقين على استاد دورة بالخليل. وقال الاتحاد في بيانه: يتقدم اللواء جبريل الرجوب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بأحر التهاني للشعب الفلسطيني وللأسر الرياضية الفلسطينية بمناسبة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس فلسطين لكرة القدم وللعام الثالث على التوالي، خاصة بعد أن أصبحت هذه المباراة تمثل عرسا وطنيا ورياضيا حقيقيا وعنوانا لوحدة الرياضة الفلسطينية وملتقى للرياضيين والشباب الفلسطيني. وأضاف الاتحاد أنه على الرغم من كل ما تعرضت له البعثة من مضايقات وإجراءات تعسفية من قبل الاحتلال الغاشم خلال عبورها من معبر بيت حنون، تمثلت في الضغوط النفسية ومحاولات الإرهاب واحتجاز البعثة لمدة تزيد عن 12 ساعة في ظروف غير إنسانية لإحباط عزائم الفريق قبل المشاركة في هذا الحدث الوطني والتاريخي، إلا أنه إرادة إدارة البعثة وكبرياء الفلسطيني انتصر على كل هذه الممارسات إصرار على خوض المباراة رغم النقص العددي في صفوف الفريق. هذا كل شيء لهلا، مزيد من أخبار الرياضة في نشرة أخبار 7:30. إلى اللقاء. ونعود نذكر مجددا بالعناوين: الجيش يستكمل إحكام الطوق على الإرهابيين في الجرود ويوقع إصابات في صفوفهم. قيام الدولة بمؤسساتها وإداراتها المحررة من التدخل السياسي. الراعي يترأس قداسا في دير القمر على نية مصالحة الجبل بمشاركة رئيس الجمهورية. قتلى وجرحى للنظام السوري في هجوم مباغت للمعارضة في عمق البادية. وتابعنا في الرياضة: ليفربول يربح وبالتالي كوتينيو بات قريبا من برشلونة. وقبل أن نودعكم فإن إطلاق الفيلم الوثائقي ويبقى الجبل للإعلامي سعد إلياس في قصر الأمير أمين في بيت الدين نتابعه يتخلل الاحتفال كلمة للمناسبة. جابرييل كاتشيا أرباب المصالحة، أركانها، ضيوفها، أصحاب المعالي والسعادة، الوزراء والنواب،
ممثلو الأحزاب السياسية، كافة الشخصيات الروحية والبلدية والاختيارية والأمنية والاجتماعية والإعلامية، أهلا بكم في رحاب الجبل كل باسمه وموقعه ولقبه. أوليس أرقى أنبل وأجل من فعل المصالحة بين أبناء الجبل الواحد، الوطن الواحد والعيش الواحد، سوى حفظ المصالحة، صونها وتعزيزها نهجاً عملاً ومساراً؟ قبل 16 عاماً ولدت تلك المشهدية المفصلية بفعل تلاقي كبيرين على صنعها، وليد بيك جنبلاط وصاحب الغبطة الحاضر الأكبر البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، فشكلت فاتحة للمسار السيادي. أوليس أعظم من تكريس تلك المشهدية اليوم بحضرة سيد الصرح البطريركي غبطة البطريرك الراعي الذي سار على خطى السلف سوى تحدي التوقيت؟ نعم، تحدي التوقيت، ففيما تتناحر مذهبيات تتقاتل أمم وتنحر نفوس فقط لأنها مختلفة، تثور شعوب فتقمع، تبدل ديموغرافيا بالحديد والنار، تسقط تجربة التعددية وتولد أصوليات ليس بعيداً عن أسوار الوطن، ففيما ترتكب الشياطين كل هذا يضاء نور في جبل لبنان ويتجلى مشهد التلاقي مجدداً في قلب الجبل لحفظ التعددية وقبول الآخر. ولأن كلاً منا يمكنه من موقعه صون تلك المشهدية، أراد زميلي لا بل أستاذي تخليد مصالحة الجبل على طريقته، وهو ابن رشمية المعروف بانفتاحه. كان لابد لحماسته اللافتة لوحدة الجبل وعيشه المشترك أن تترجم في عمل ما، فاستأذن مهنة المتاعب وعرج على زميلتها في التوثيق. أراد توثيق مصالحة بحجم وطن بفيلم عابر للأزمنة والأجيال، وكان سبق أن عد كتاباً عن المصالحة عام 2001، ورغب في تطوير الفكرة فكرس خبرته، غير نادم عن التخلي والتلهي بتغطية وقائع يومية انقسامية بمعظمها، فكان المبادر السباق لإنجاز فيلمه في صحافة بناءة تغسل ما ترتكب تلك الهدامة، وأنجز عملاً يليق بعهد الأخوة بعنوان ويبقى الجبل. نعم، بأمثالكم يبقى الجبل منارة ورسالة. تفضل الإعلامي سعد الياس. نيافة الكاردينال الراعي مار بشار بطرس الراعي راعي هذا الاحتفال، ممثل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري معالي الوزير نعمي طعمي، ممثل دولة رئيس مجلس وزراء معالي وزير الثقافة الأستاذ غطاس خوري، ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الأستاذ تيمور جنبلاط، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب الأستاذ جورج عدوان، سعادة السفير البابوي في لبنان المونسنيور جابرييل ليكاتشيا، معالي الوزراء سعادة النواب، السادة المطارنة مشايخنا الأجلاء، رؤساء البلديات والمخاتير، سعادة المديرين العامين. أيها الحضور الكريم، قد يتساءل البعض لماذا هذا الفيلم الوثائقي وفي هذا التوقيت بالذات، وما الغاية من إعداده ومن يقف وراءه؟ الجواب بسيط. قبل 16 سنة دونت محطات المصالحة التاريخية في كتاب حمل عنوان الجبل حقا قام، وتضمن الكتاب رسالة مفادها أن الجبل وديعة غالية، الويل لنا إن نحن فرطنا بها. وقبل أشهر وبعدما كادت شظايا الخلاف على قانون الانتخاب تصيب المصالحة في الجبل، لولا حكمة زعيم المختارة وتأكيده أن المصالحة أهم من نائب بالزائد أو بالناقص، تكونت فكرة تجسيد الكتاب بفيلم وثائقي
يروي حكاية الجبل والعيش المشترك في هذه الأرض الطيبة على مر السنين، والتي انقص الحزن بمنجله الدامي حصادها أحياناً، إلا أن غمار الخير ذهبت مئة بل مئات من أعوام التساكن الطيب بين طائفتين، إن توحد الجبل بهما توحد لبنان معهما. وهذا ما أكده وسيؤكده غبطة البطيارك الراعي في هذا الفيلم. هذا الفيلم يهدف إلى إيصال رسالة أن هذا الجبل الذي بقي مشطوراً من 83 حتى 93، عادت اللحمة إليه في تلك المصالحة التي اختصرت زمناً من الفراق، خطها بكلمات روحية رأس الكنيسة المارونية الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وكتبها بحروف سياسية زعيم يتقن لغة السياسة النائب وليد جنبلاط. هذا الفيلم يطل فيه كل من البطيارك الراعي، البطيارك صفير، النائب وليد جنبلاط، الدكتور سمير جعجع، الأمير طلال أرسلان، النائب جورج عدوان، والنائبة ستريدة جعجع. وللتوضيح، طلبت مقابلات من رؤساء أحزاب آخرين إلا أنهم هم ارتأوا عدم التحدث. هذا الفيلم في جزئه الأول يحمل عنوان ويبقى الجبل، مدته 30 دقيقة، لكننا سنشاهد الآن مقتطفات بحدود 20 دقيقة. أما الجزء الثاني فهو على الطريق وعنوانه على خطى البطريرك. الفيلم لا تقف أي جهة سياسية أو غير سياسية وراءه، بل هو من إعدادي وإنتاجي أنا شخصياً سعد الياس، وشرفني معالي وزير الثقافة قبل أيام بإبداء استعداده لدعم هذا العمل. الفيلم هو من كتابة وأداء الأستاذ بسام براك، وتصوير مجموعة من المصورين تحت إدارة وإخراج عفيف أصطفان. وأشكر كل من تعاون معي لإنجاح هذا الفيلم، وأخص بالتحية المركز الكاثوليكي للإعلام بقيادة المطران بولس مطر، وإدارة الأب عبدو أبو كسم. كما أشكر المستشارة الإعلامية أنطوانيت جعجع، وتلفزيون تلي لوميير، وإذاعة صوت لبنان في دبي. كما أشكر السيدة نورة جنبلاط على تكرمها بوضع هذه القاعة بتصرفنا. أترككم مع وقائع الفيلم، آملاً أن ينال إعجابكم وأن تسروا بمشاهد قرى الجبل ووديانه وصخوره المتضلعة في الأرض وبيوته التي عاد أهلها إليها، وأن نستخلص العبر من بعض المحطات الأليمة، ونتعاهد على عدم سقوط الجبل من جديد في وادي الدموع منذ لحظة المصالحة، وأن نرفع الصوت جميعا قائلين الجبل حقا قام. من
في هذه الدار التاريخية وفي هذه الساحة تحديداً التي تغطيها الأشجار المعمرة، حصلت المصالحة التاريخية بين غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. صاحب الغبطة، هل تسمح لي أن أقول أن حرب الستين ورواسب حرب الستين انتهت إلى غير رجعة؟ وهل تأذنين أن أعلن أن حرب الجبل ولت إلى غير رجعة أيضا؟ يمكننا أن نقول ما تعود بعضنا أن يقول في مثل هذه الحالة: سامح الله من كان السبب. تلك اللحظة الاستثنائية بددت سنوات رمادية وأثلجت بلون لحية رجل جليل قلوبا اكتنفها رماد الغياب، مذ توقفت الحياة عن بث الحياة في جبل أمضى فترة قصرية متألما من فقد أهله وافتقاد الجيرة وقهوة الشمس وسهر القمر. لحظة تاريخية اختصرت زمنا من الفراق كتبها بحروف سياسية زعيم يتقن لغة السياسة وخطها بكلمات روحية رأس الكنيسة المارونية حين مد يده ليميرن مصالحة بعد خلاف وحرب لم يكن له يد فيهما، وليكرس العيش المشترك في جبل متربع مذ خلقه الله في الأعالي يلقي السلام على السماء حاملا معه من أهل الأرض تحايا صلاة قد تختلف دعاءاتها لكنها تتماهى وتنصهر بين جمهورين وشعبين وطائفتين قبل الحرب وبعدها في السلم وما يليه ضمن مساحة جبل لن يعود ليسقط في وادي الدموع منذ لحظة المصالحة. لأن حرب الجبل هي نتيجة حروب نفوذ على جبل لبنان وعلى لبنان. أنا كنا إحنا بالمحور السوري السوفيتي، وكان بعض الناس اللي كنا نسميهم يعني القوى الثانية كان بالمحور آخر، وتصارعنا على جبل لبنان، لكن وكان الدمار والخراب على جبل لبنان، لكن بطرك صفير جمعنا. شو هو موضوع الصراع؟ موضوع الحرب صار بالجبل اللي ما له موضوع. هل فصل من الحرب اللبنانية كان فصل عبثي؟ لأنه كان بدون أهداف وبدون مشاريع سياسية بدون شيء. يعني بتصدق هذا الفصل حرب الجبل كان كناية عن شو بدي أقول لك؟ كناية عن هيك مجموعة تراكمات صغيرة. كيف بيقولوا حرب 1860 سببها لعبة قلة؟ إذا بدك هاي سببها لعبة قلة. هون بدي أربط الكلام بشيء حدث مع المثلث الرحمي المطرق يوسف حبيش، هل يوم وقعت أحداث الأربعين وقالوا له هو جاي، كان قالوا له وقع الخلاف بين الدروز والموارنة في الجبل، الأخ انكسر ظهري وبعد 5 أيام مات. انكسر ظهري معناته ما في كيان لبناني من دون الجبل اللبناني. ميزة الجبل التاريخية والقيمة الوطنية للجبل هو بهذا العيش المشترك المميز بين إخواننا المسيحيين والدروز، اللي هن بشكلوا برأيي وبتربيتنا في هذا البيت الحجر الزاوي لتأسيس لبنان.
نحن أكيدين أنه ما يصيب أي بلدة بالجبل، بصيب المختارة، بصيب دير القمر، بصيب رشمية، بصيب علي وبحمدون، وبالتالي نحن معنيين بكل بلدة بالجبل، وأي ضايم بصيب ابن الجبل بصيبنا كلنا سوا. حكاية هذه الأرض يقصها الأجداد على الأحفاد بلغة التعايش والتلاقي والتحاب، وإن قص الحزن بمنجله الدامي حصاد الجبل بشرا وثمرا أحيانا، إلا أن غمار الخير ذهبت مئة بل مئات من أعوام التساكن الطيب بين من يصلون للرب تحت قبب الكنائس ومن يختلون بالخالق في غرف خلواتهم، فسكنوا الجبل وانجبل كلا الطرفين وأمسيا تربة في التربة، وراحوا ينبتون في الصخر بيوتا وفي الوعر ضياعا ليمتلئ الجبل بهم. جبلنا جبلنا ابن المطراب وجبلنا ومهما الدهر غضباطو جبلنا اي 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 نبقى هون ما منترك جبلنا اي اي تراب الارض اغلى من الذهب. هل التلاقي بين الدروز والموارنة بالحقيقة بدأ يتمكن ووضع الكيان اللبناني بين الأمير فخر الدين وبطريركين لعبوا دور أساسي، البطريرك يوحنا مخلوف والبطريرك جريس عميرة، حتى أنه البطريرك الدويهي بكتاباته بيقول الفضل الكبير بيرجع لفخر الدين الثاني لأنه هو اللي وضع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعيش معا والانفتاح، ولذلك في عهده كان عهد التسامح، وكان العهد اللي فيه قدروا المسيحيين يتنفسوا السعداء، وهيك انطلقت المسيرة وتواصلت. لبنان تأسس على لبنان الكبير، انطلق من لبنان الصغير اللي هو جبل لبنان، وجبل لبنان كان هو المركز الثقل السياسي والاقتصادي للبلد والثقافي، وعانى من الغزوات وعانى من الاحتلالات وعانى أيضا من الانقسامات، فعندما يتوحد الجبل بيأثر هذا الشيء على وحدة لبنان بشكل إيجابي. قواسم المشتركة بيناتهم كثيرة، بداية اثنيناتهم طوقين نحو الحرية، المسيحيين والدروز كرامتهم كتير عزيزة على قلبهم واستقلالهم مهم، وهالعيش المشترك اللي بلش معهم مع المسيحيين والدروز كان قطوة، أو كان إذا بدك هيك مرحلة متقدمة، وفيما بعد طبعا بعد ما شافوا هالنموذج تبع العيش المشترك اللي كان بدايته مع المسيحيين والدروز شفنا فيما بعد كيان لبنان كيف رجع تقدم وكيف رجع بعدين تعايش مع بقية الطوائف اللي موجودة اليوم. المسيحيين والدروز في هذا الجبل عاشوا سوا حسب ما أنا مطلع على التاريخ أكثر من 1000 سنة. طيب بهالألف سنة ما حصل ضربة كف؟ شو غيروا إيمانهم الموارنة وغيروا إيمانهم الدروز؟ الدروز بقوا دروز والموارنة بقد موارنة. طيب هالألف سنة ما قالوا حساب؟ ألف سنة من التعايش إلى اليوم، لا سيما في ظل دولة فخر الدين أواخر القرن 16، لم تشبه إلا حرب القرن 19 عام 1860 وسقطة العام 83. وعلى مر الزمان صار الشوف مرتع اللجوء للبطاركة يقربون فيه صلاتهم على مسمع الله قريبا من زرقته، وهذا ما حصل مع البطريرك يوحنا مخلوف
يوم استاء من ممارسات يوسف باشا، فنجأ وصحبه طوعا إلى الشوف سنة 1607 ونزل في قرية مجد المعوش وحذى حذوه بعد 8 عقود البطريرك إستفانوس الدويهي. الجبل ابن العاليات السماوية لم يبق بمنأى عن اشتعال الكرة اللبنانية وحرائق الوطن في حرب أهلية تشظت فأصابت مناطق ذات حساسية طائفية واجتماعية، هي مناطق لا ذنب لأهلها وأبنائها، إلا أن الحرب استعار أوارها وأتت النيران إلى الداخل لتأتي على من في الداخل. كان الجرح الكبير عندما قتل الأبرياء في يوم مقتله، كان الجرح الكبير الذي جرى معالجته من جملة ما جرت معالجته في يوم المصالحة. المجازر يلي صارت وقت اغتيال استاذ كمال زنبلاط، يلي كانت هي جزء من الفتنة المنظمة لتوقع بين الدروز والمسيحيين، وطبعا استاذ تيمور وصديقنا استاذ تيمور ماشي على نفس المسار يلي بنيه الاستاذ وليد زنبلاط، يلي نحن وياه كنا عم نعززه وهلأ نحن وتيمور عم نعززه كمان. اجت هالخطوة لحتى كمان تكون باتجاه ترسيخ أكتر مصالحة، ولحتى تمحي أي أثر سلبي موجود بالماضي. في مكان الجبل يصعد عمودياً كسارية علم تؤكد الانتماء والأمان، وفي مكان الناس أفقياً يتعدون الصغائر ولا يتعادون، كان جبل الحرب ينبت تحت جبل الأرض الأم ليطل برأسه شبحا أسود في لحظة غضب ويتدحرج من علو ويدحرج معه الناس والأهل والأخوة، هم من كانوا على مدى سنين يحكون عاداتهم بنول الجيرة ويتناوبون الألقاب والصفات ويغنون تقاليدهم من معين بعضهم البعض. حدا بيريد الخصام والإتار بين بعض اللبنانيين، كانت صفحة سوداء. النصف الآخر اللي هو من رشمية وعيني بكير على أهمية هالمصالحة إنها تصير بين المسيحيين وبين الدروز، وأدركت باكرا طبعا فيما بعد إنه كتير مهم إنه هالصفحة السوداء تنطوى لغير راجعة. مشان هيك وقتها كان الحكيم بالمعتقل وسائبت انه انا كنت بهالفتره اللي كنت مصره كثير انه ننفتح على القيادات الدرزيه ونطوي هالصفحه لغير رجعه. كلنا نتحمل مسؤوليه حرب الجبل، ما حدا غير مسؤول، كلنا كل القوى التي تصارعت عسكريا وسياسيا تتحمل مسؤوليه حرب الجبل. حسابات سياسيه منعت ارسال الجيش الى الجبل، وهيدا شيء مؤسف لأنه عطول لازم الحسابات الوطنية والمصلحة الوطنية تتغلب على الحسابات السياسية الضيقة. You know very well that the Palestinians are directly involved in the fighting in the mountain, and you know very well that the heavy artillery, the Syrian heavy artillery, is directly involved. De ce côté-ci du front, les Druzes ne sont pas seuls à se battre. En fait, le véritable commandement appartient aux Syriens dont les troupes fourmillent à Alay. On ne les voit que sur ces images tournées en fraude. Mais ici, aucun doute, Damas apparaît comme le véritable maître de la guerre et de la paix. يعني أنا وصلت على الجبل بالتحديد يعني واحد أو اثنين كانون الثاني 1983 اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. أنا طلعت على الجبل وبعد يومين ثلاثة مما طلعت هالقدي أو 4-5 أيام خلص صار الجبل منطقتين. المنطقة اللي نحن فيها إذا بدك من رأس الحرف الكحلونية لحديد دير القمر منفصلة تماما عن المنطقة اللي تحتها والمنطقة اللي فوقها، يعني ما في مجال بقى تعمل شيء إلا أنك تدافع بس عن مجموعة القرى الموجودة هونيك، وهذا الشيء اللي حاولت أعمله. يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا، اشتقنا عن مواعدك
حبايبنا. من 83 حتى 93 والجبل مشطور، لا شجره متكاتف، لا صخوره متضلعة في الأرض، ولا عصافيره ترتاح فوق غصن سلام. البيوت تسأل عن أهلها، عن مفاتيح لم يسلموها لناطورة تردع شطب الذاكرة عن جدران مطارح. بيعدوا الحبايب، بيعدوا بيعدوا بيعدوا. Est-ce que la paix est possible entre vous, les Druzes, et vous, les chrétiens? Oui. Oui, oui. Possible. Oui. Pourquoi oui. il faut qu'il y ait des étrangers? Sur quelle base alors cette paix? Puisque vous êtes réunis là, tous les deux, vous vous connaissez. Peut-être que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Il y a peut-être un mois que je n'ai pas. J'avais tellement le cœur navré. Parce que je les aime tous. Tous sont mes fils, sont mes élèves. Mes élèves, tout ça, c'est mes élèves. C'est moi qui les ai mal élevés alors. ولأن هذا المكان هو تحت عين الله لكل قاطنيه، ولأن الجبل هو بين الله والأرض كلام كما نظم سعيد عقل، كان لابد من محاولة مصالحة وعودة شاملة لا مجتزأة أو موسمية. بقاء دير الأمر كان له دور أساسي بهالموضوع. لم تكن رحلة المصالحة وليدة اللحظة، فهي تأتت من صلاة وتهيب ونظرة بعيدة من عيني البطريرك، ومن تخطيط وتقبل ونظرة ثاقبة في عمق السياسة من زعيم المختارة ومن الشخصيات السياسية الجبلية. فالبطريرك منذ تنصيبه بطريركا في 19 من نيسان عام 86 تكفل بحمل صليب ثقيل، ذاك الصليب خصه به الله في زمن الحرب، فلم تنؤ كتفه ولا كلت يده ولا تذمر من شوك على جبين لبنان، بل كان عاما بعد عام ينزع الشوك من الإكليل حتى صفى جبين الجبل وتكلل بورد اللحظة و